What's up my friends, ان شاء الله تكونوا كويسين يا رب. لو دي اول مره ليكم هنا على الشانل، انا لارا واهلا بكم معنا. من كام شهر كده اول ما ابتديت الشانل كنت عملت لكم فيديو بيتكلم على 12 كركوبه مفروض نتخلص منها قبل اخر 2019. النهارده هشير معاكم 12 كركوبه المفروض تخلصوا منها في اسرع وقت. الفيديو ده كان huge success، الناس كلها حبته جدا، فقلت it's the perfect time اني اعمل لكم فيديو تاني في 12 كركوبة تانية مفروض نخلص منها باسرع وقت وننتهز الفرصة اللي احنا قاعدين فيها في البيت دي عشان نخلص من كل الكراكيب دي. الهدوم اللي صغرت علينا بس مخلينها ليه؟ عشان بنقول انه هنرجع هنخس. انا هعمل رجيم من يوم الاثنين وهرجع ادخل تاني في الهدوم دي. المشكله انه انا شخصيا انا عارفه قد ايه الموضوع ده يعني ما بيحصلش. اوكي صدقوني انا بقالي 10 سنين بحاول ادخل في هدوم قاعده بقالها 10 سنين عندي في الدولاب يعني عشان مستنيه ان انا هخس، وبيبقى عندي the best intentions ان انا فعلا هحط راسي ولا انا عارفه انا خسيت قبل كده وهخس تاني وانا لو حطيت الموضوع في دماغي هخس وكل الكلام ده. انا شخصيا الموضوع ده ما بيشتغلش خالص معي. يعني doesn't matter بقى بحط قدامي ايه، فستان جميل وصغير كنت بلبسه من 10 سنين، ولا مايو نفسي البسه في الصيف، ولا فستان الفرح اللي نفسي ادخل فيه تاني، مفيش ولا حاجة من دي بتشتغل. يعني حتى لو قعدت بصيت عليها ليل ونهار مش هتشتغل. فانا عندي ليكو فكرة احلى، خلصوا من كل الهدوم دي الصغيرة عليكو، ولما تخسوا دي يبقى هو ده الريورد، يبقى دي المكافأة بتاعتكو انه تروحوا تشتروا لنفسكو هدوم تانية حلوة. الميك اب. اوكي انا واحده من اللي بتحب سيفورا جدا، ومعرفش لو انتوا عندكم سيفورا في البلد اللي انتوا عايشين فيها ولا لا، بس طبعا يعني انتوا عارفين الاسعار بتاعت المكياجات اللي عند سيفورا. فانا عارفه صدقوني انه الواحد لما بيجيب مكياج من حته زي سيفورا او كده ويدفع فيها الشيء الفلاني يعني ويجي بعد كده ما يستعملوش بيبقى صعبان عليه انه يرميه. بس ما هو لو قاعد في الدرج عندي بقاله سنتين ولا ثلاثه ولا خمسه حتى وانا ما بستعملوش علشان مثلا ما بحبش اللون، جبته في المحل كان لونه حلو بس لما جيت في البيت ما حبيتوش او whatever، يعني السبب ايه مش مهم. المهم ان انا صرفت الفلوس وصرفتها. ان انا احط الميك اب ده عندي في الدرج بتاعي وافضل سايباه سنين مش هيرجع لي الفلوس اللي انا صرفتها، ما هي اتبعزقت واتبعزقت خلاص. بس اتليست ما تبقاش بعزقت فلوس وكمان كركبه عندي في البيت. فسامحوا نفسكم على الشروه دي، موف اون، خلصوا منها، ادوها لحد لو هي لسه حاجه جديده مثلا وممكن حد يستفاد منها، بس يا ريت ما نديش ميك اب مفتوح لاي حد بس عشان الكونتامينيشن. اوكي بس لو هي ميك اب انتوا اشتريتوه فعلا عمركم ما استعملتوه ممكن تدوه لحد ممكن يحبه او يستعمله. كل الجزم اللي بكعب عالي قد كده هو اللي احنا بطلنا نلبسهم، كلنا عدت علينا المرحله بتاعت الكعوب اللي قد كده. ممكن تكونوا انتوا لسه في المرحله دي، لو انتوا لسه في المرحله دي بليز خلوا جزمكم عندكم، يعني مرحله جميله جدا. بس انا شخصيا خلاص المرحله دي يعني عدت من حياتي للاسف. بس بنستخسر نرميها لان احنا بنحب الجزم دي وبنفضل نقول هنرجع تاني نلبسها في يوم من الايام، هي فتره دلوقتي وهتعدي. حتى لو عدت الفيز بتاعت انا دلوقتي عايزه ابقى كومفورتبل وابقى لابسه جزم يعني كومفورتبل زياده مش كعوب وكده، ما هو الموضه هتتغير والالوان اللي انا بحبها هتتغير، والهدوم اللي عندي دلوقتي مش هي نفس الهدوم اللي كانت عندي زمان اللي كنت بلبس عليها الجزم دي. لو عندكم مثلا جزمه اللي هو كلاسيك، حاجه سودا كلاسيك، او حاجه بيج كلاسيك اللي هم مش هتروح موضتهم او هتلبق على اي هدوم او كل الكلام ده، فاين طبعا خلوهم. بس انا بتكلم على كل الجزم الثانيه اللي هي كانت موضة وكانت ترندي، فلو عندكم منهم دول خلصوا منهم وخلوا عندكم مكان تجيبوا فيه حاجات تانية.
ايه الاكسسوارات، الاكسسوارات اللي ما بنلبسهاش انيمور علشان يا اما بطلنا نلبس اكسسوارات ما بنحبش نلبس، او علشان ما هياش راحت الموضه بتاعتها مثلا وما بقتش موضه انيمور. فافتحوا الدرج بتاع الاكسسوارات بتاعتكو او العلبه اللي بتحطوا فيها الاكسسوارات وجو ثرو كل الاكسسوارات دي، شوفوا الحلقان، الغوايش، السلاسل، ما اعرفش، شوفوا انتوا بتلبسوا فعلا منها ايه دلوقتي، واي حاجه ما بتلبسوهاش اخلصوا منها. انا عارفه ان احنا بنخليهم وبنقول هنرجع تاني نلبسهم، او بنخليهم عشان لبسناهم في مناسبة حلوة فسايبينهم سوفينير. لو هي حاجة فعلا ذات قيمة او حاجة انتوا عايزين تورثوها مثلا لولادكو او ولاد ولادكو او حاجة كده، ماشي خلوها حطوها في بوكس حلوة كده في الدولاب في حتة وخلوها عندكم، بس اي حاجة غير كده اخلصوا منها. ازايز الشامبو او البادي واش او اي حاجة زي كده محطوط عندنا في الشاور سايبينها علشان فاضل فيها فتفوتة صغيرة كده بنفضل نعصر فيها كل مرة بنيجي نشاور، بس لا هنخليها علشان لازم نخلصها كلها. ولا مثلا صابونة ايد ولا حاجة اللي هو يبقى فاضل فيها حتى قد كده هو في الاخر، بس برضو مخليينها for some reason معرفش ليه، مستنينها لحد ما تدوب خالص ولا حاجة علشان ما نرميهاش. مش هي فتفوتة الصابونة دي ولا الحبة اللي قد كده اللي فاضلين في الشامبوان اللي بنفضل نعصر فيه ده علشان ينزل هو ده اللي هيوفر لنا فلوس يعني. فلو عندكم اي حاجة من دول دلوقتي is the perfect time انه تخلصوا منهم. كل الكريمات اللي بتيجي مع البارفانات في علبة كده، لما نجيب بارفان يجي معاه الكريمة اللي هي بنفس ريحة البارفان اللي عمر ما حد فينا بيستعملها دي، وبس مجرد انها تفضل قاعدة في الحمام او في درج او في اي حتة علشان مستنيين ان احنا هنستعملها في يوم من الايام، بس الصراحة ان احنا ما بنستعملهاش، بس بنستخسر نرميها. اوكي زي اي حاجة تانية، حرام دي لسه جديدة احنا نرميها ليه؟ ما انتوش مضطرين ترموها في الزبالة. شوفوا لو في حد من قرايبكو او اصحابكو بيحب الكريمات اللي هي السنتد دي اللي لها بيرفيومز وحبيبها ادوها له، او مثلا ممكن تحطه زي اعلان كده على فيسبوك ماركت بليس او اي حاجة كده لوكال يعني، قولوا فور فري يو نو وادوها لحد عايزها مجرد انه علشان ما تبقاش اترمت في الزبالة. فيا اما تستعملوها يا اما تدوها لحد عايزها يا اما اخلصوا منها. كل الجادجتس بتاعت المطبخ اللي عندنا منهم 2 أو 3 او زيادة for some reason معرفش ليه، ان كانت بقى مقورة كوسة ولا مقشرة ولا فتحت علب ولا whatever، بصوا كده في الدروج بتاعت المطبخ بتاعتكو هتلاقوا صدقوني انه عندكو حاجات في منها 2 3 معرفش ليه يعني احنا بنخليهم ليه. ساعات بنجيب طول معين وبعدين ما بيريحناش بنقوم جايبين واحد تاني يكون مريح زيادة في الشغل بيه، بس مش بنرمي بقى القديم اللي هو مش مريح، لا بنسيبه بس احنا منستعملوش. ليه؟ لانه بنستعمل على طول اللي هو بيريحنا لانه التاني ده مش مريح في الاستعمال. ممكن تشوفوا حد محتاجها، ممكن حد تكون اتكسرت المقورة بتاعته ومحتاج مقورة urgent، او ممكن يكون حد هو بيرتاح بالمقشرة دي اللي انتو معجبتكوش، او ممكن يكون حد محتاج فتحت الازايز اللي انتو عندكم منها 5 whatever. اوكي ممكن تدوها لحد تاني هو يستفاد منها وانتو تخلصوا من الكراكيب اللي ما بتستعملوهاش. الكوك بوكس او الكتب بتاعت الوصفات، انا شخصيا طبعا انا بتكلم عن نفسي، لو انتوا بتستعملوا الكوك بوكس خلوها، بس انا شخصيا واعرف كتير ناس زيي ما بيستعملوهمش، بس بنشتريهم عشان شكلهم حلو ونقول اه هنعمل الوصفات اللي فيها وكل ده وما بنبصش فيهم ever. انا شخصيا لما ببقى عايزة اعمل وصفة جديدة او كده عمري ما باخد واحد من 5000 كوك بوك اللي عندي محطوطين دول علشان ابص فيهم. اللي بعمله ان انا بدخل اونلاين بعمل جوجل ببص وبجيب ريسيبي من هناك وبعملها. اوكي فلو انتوا زيي وعمركم ما بتبصوا فيهم اخلصوا منهم، ولو فيهم مثلا حاجات ريسيبيز معينة انتوا بتحبوها او مستعملينها قبل كده ومش عايزين ترموا الكتاب علشان في وصفة معينة انتوا بتعملوها على طول، اقطعوا الصفحة دي وخلوها عندكم مع بقية الوصفات اللي عندكم وخلاص، والكتاب بقية الكتاب اللي ما بتستعملوهوش اخلصوا منه.
كل السمول ابلاينسز الاجهزه بتاعت المطبخ اللي قاعده عندنا واخده سبيس قد كده هو من المطبخ بتاعنا. الخلاط الصغير والخلاط الكبير والخلاط الميديوم والخلاط بتاع الايد وما اعرفش احنا محتاجين كام خلاط يعني. فبصوا كده في الدواليب بتاعتكم شوفوا كل الاجهزه بتاعت المطبخ دي اللي عندنا منها كتير جدا وما بنستعملهاش او جت لنا كادوهات وما بنستعملهاش. شوفوا ايه اللي انتوا بتستعملوه واي حاجة بقالها فوق الست شهور ما استعملتوهاش بليز ادوها لحد ممكن يستفاد منها وتقللوا الكركبة اللي عندكم. السبايسز التوابل انا مش عارفه ابتدي منين اساسا. كام مره الواحد بيشتري مثلا سبايس معين علشان بنعمل وصفه معينه فيها توابل معينه عمرنا ما بنستخدمها عامه، بس طبعا الوصفه دي بتبقى محتاجه حاجه معينه مش عندنا، فنروح ونقوم شارين الازازه طبعا اللي قد كده او الكيس او whatever، نستعمل يا دوب معلقه منه للوصفه دي وبس، ويفضل بقى قاعد في الدولاب عندنا وما نستعملوش تاني. اولا زمانها باظت، زمانها ضيعت الطعم بتاعها. ثانيا chances are طالما انتوا بقالكوا سنين ما بتستعملوهاش انه مش هترجعوا تستعملوها تاني، ولو عايزين ترجعوا تستعملوها تاني يعني يا ريت نشتري توابل تبقى فريش شويه، ما تبقاش حاجه بقالها 5 سنين قاعده في الكابنت. بس ما علينا، احنا هنبقى نعمل فيديو كامل على التوابل وعلى تنظيم الدولاب بتاع التوابل، بس ما علينا ده فيديو تاني. اوكي، بس دلوقتي بصوا على التوابل اللي عندكم، لو عندكم اي حاجة ما بتستعملوهاش اخلصوا منها. الدباديب بتاعت العيال اللي عندهم منهم 15,000 دبدوبة وباني وكل الحيوانات اللي في الدنيا، معرفش انتوا ولادكوا بيحبوا الدباديب ولا لا، بس انا شخصيا ابني مالوش خالص في الستافت انيمالز دول. وطبعا كل الناس لما بيبقى عندكوا ولاد صغيرة بتجيب لهم دباديب بقى وبانيز وحاجات كده كيوت، لانه في عيال بتحب فعلا الحاجات دي. بس حتى لو العيال بتحب ده يعني هيبقى عندها واحد بتستخدمه شايلاه معاها طول الوقت، اتنين مثلا، مش محتاج يبقى عندهم 10,000 دبدوبة قاعدين كده في باسكت في الأوضة عندهم. فلو عندكم من دول ولادكم ما بيحبهمش او ولادكم كبروا وعدوا الفيز بتاعت الستافت انيمالز دي اخلصوا منهم. العشر مخدات السبير اللي سايبينها في دولاب خزين علشان لو يجي لنا ضيوف. اولا انا ما اعرفش انتوا بيجوا لكم ضيوف قد ايه، وما اعرفش انتوا عندكم اوضه ضيوف تستحمل كام نفر، بس لتس انتوا عندكم اوضه ضيوف بتاخد نفرين بتاخد 4، كل اللي انتوا محتاجينه 4 مخدات ماشي، انتوش محتاجين 10 مخدات ولا 20 مخده. فبصوا كده في البيت ولو عندكم كميه مخدات ملهاش اي معنى وملهاش اي غرض بليز اخلصوا منها. ودول كانوا ال 12 كركوبة اللي I believe لازم ننتهز الفرصة اللي احنا قاعدين فيها في البيت دي عشان نخلص منهم بأسرع وقت ونعمل روم كده، نعمل سبيس، نعمل مكان في بيتنا لحاجات تانية، حاجات جديدة، حاجات مش بس قاعدة عندنا وتبقى مكركبة وما بنستعملهاش. شكرا جدا جدا لمشاهدتكم النهاردة حبايبي، وهشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله. باي باي. أو whatever بقى الـ reason، يعني إيه reason؟ reason come on. Hey Google, how do you say reason in Arabic؟ In Arabic you would say السبب. سببه. سبب. Okay. أو whatever يعني الـ reason، برضه أنا بقول reason.